كثيرا. إذن بقي لنا بعض الدقائق، نعود مرة أخرى إلى دمشق إلى فضيلة الدكتور أسعد علي. دكتور أسعد علي، أشار الضيفان الكريمان قبلكم إلى أهمية أن يكون الحاكم ينظر إلى الآخرة، يعني عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأيضا أشار مشكورين إلى القصيدة التي أنشدها الإمام الهادي عليه السلام عند الحاكم العباسي، وهي قيل إن قائلها الأصل الإمام علي عليه السلام، وفيها يقول: سل الخليفة إذا وافت منيته، أين الجنود وأين الخيل والخول، أين العبيد الأولى أرصدتهم عددا، أين الحديد وأين البيض والأسل، لأن يقول: ما ساعدوك ولا واساك أقربهم بل سلموك لها، يا قبح ما فعلوا. إذن يعني لماذا الإمام يخوف الحاكم من قضية الموت؟ هل هذا رادع له من الظلم والاستبداد؟ ما هي قراءتكم لهذا الجانب؟ تفضلوا دكتور. تحية لهذين المتكلمين الرائعين، وتحية لك ولمن يسمعون. حياكم الله. أقول فيما يتعلق بالتخويف، هو قضية القضايا في العهد أوله وآخره الختم بالسعادة والشهادة، والبدء كذلك بالسعادة والشقاء. نعم. قراءة هذا العهد من أوله إلى آخره في الفقر الجديدة 110 تأخذنا إلى سورة الكهف، تأخذنا إلى اسم علي ذاته. ولكن مرة أخرى أقول باختصار إن السعادة والشقاء هي القضية المثلى والعظمى، إما ناس في الجنة سعداء وإما ناس في جهنم أشقياء. فالإمام علي كان كثير حريص على الناس، وهو أبو تراب ويحب أبناء التراب وأهل نعم. التراب وتراب الدنيا. لذلك يعني حتى ترى في آخر مجلس لابن عباس، ذكرته ابن عباس أيضا نعم. في آخر مجلس لابن عباس مع الخليفة الثاني حوار تجدونه في الكتب، يقول الخليفة الثاني لابن عباس: لو وليت عليا على الناس ليحملنهم على المحجة البيضاء فليدخلنهم الجنة إن أطاعوه. نعم. فالإمام علي يعني حريص على أبناء التراب، محب لأبناء التراب، ولذلك أبناء التراب اليوم يقيمون الاحتفالات ويتكلمون بالتليفون ويتكلمون بالصور وبالتلفزيون وفي كل مكان. حتى لو جئت إلى الأمم المتحدة لوجدت الإمام علي ماثلا أمامهم. نعم. ضعاف النفوس لا يستطيعون الشهوق أو الشموخ إلى حيث يريد لهم علي من جنة ومن سعادة، لكن يقول: أعينوني 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 بورع واجتهاد. وهو نعم. يعلم أنهم قالوا له بالعراق ما قالوه، قال لهم تلك اللهجة للأسف غابوا عنها في ذلك الزمان، وعندما يتنبهون وجدانيا إلى ما يقوله الإمام علي يعرفون أن الإمام علي يتكلم لهم لخيرهم لسعادتهم لمصيرهم في السعادة. كثير رائع هذا الأمر الذي درتم حوله وتخويف الناس. أنا أقدم هدية اليوم، ماني قريب حتى أقدم لكم قهوة مرة، ولكن أقدم لكم سورة البينة وهي 8 آيات فحسب. نعم. نعم. لأنه آخرها: ذلك خير البرية كذا كذا، ذلك لمن خشي ربه. أحسنتم. إمام علي إمام الخشية. نعم. وقصته عندما عاد من اليمن ولبس الجنود أو القادة أو الألبسة وجعلهم يخلعون الألبسة حتى يراها رسول الله، فشكوا عليه لرسول الله، قال: إن عليا أخشى في ذات الله من أن يشكى. ولمحبته التراب وأبناء التراب يريد لكل إنسان، لكل مالك في كل مصر ولكل وطني في كل وطن، أن يكون سعيدا وأن لا يشكى في ذات الله. نعم. لكن ذلك كما تختم سورة البينة: ذلك لمن خشي ربه. نعم. نسأل الله تعالى إن شاء الله أن يمنحنا هذه الخشية لنكون معدودين مع خير البرية. أحسنتم كثيرا، شكرا لكم فضيلة الدكتور أسعد علي. مشاهد